بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عرب عمرو الدوني معاكم arabichtml.com طبعا ان شاء الله النهارده هنتكلم على ساس طبعا احنا بصينا على لس في دروس قبل كده وازاي ان احنا نشتغل على لس وازاي ان احنا نشتغل عليها وازاي ان احنا نحول من لس لسي اس اس وطبعا في برامج كتير قوي طبعا هي هي نفس البرامج في برامج كتير قوي برده بتحول لساس بس طبعا احنا مش هنبص عليها بنفس المنظر ده احنا هنبص عليها بساس ككمان لاين يعني طبعا في ناس كتير قوي نفسها ان هي تشتغل على ساس بس طبعا بتبقى حته الكمان لاين او التيرمينال بتبقى صعبه شويه فطبعا بتبقى في البدايه بقى فيها خوف فاحنا هنحاول ان احنا نكسر حاجز الخوف دوت ونبدا نبص على اساس ونبدا نبص على الكمان لاين وبعد كده هنبدا نشتغل عليها كعادي جدا تكست اديتور عادي جدا فهقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله طبعا هنا هنروح على الموقع بتاع ساس طبعا هنا ساس بيبدأ يقول لك ان الموقع ده ساس بعد كده هنا بيقول لك الانستول بتاعه بيشتغل ازاي وبعد كده هنا في الليرن ساس الشغل بتاعه ما بين الفيربول الميكسنج النستنج الحاجات دي كده كلها طبعا هنبص على شويه حاجات النهارده ان شاء الله وبعد كده المره الجايه هنحاول نخش في ساس اكتر على اساس ان احنا زي ما قلنا هنكسر الحاجز بتاعنا طبعا هنا هنيجي على اول حاجه انستول ساس طبعا زي ما قلنا في برامج كتير قوي بتشتغل على اساس طبعا هنا عندك البرامج كلها اللي هي ممكن تشتغل على اساس في نفس الوقت احنا ممكن نعمل انستول لروبي طبعا لو رحت على روبي طبعا هنا بيقول لك هنا انت عايز تعمل داونلود فاحنا طبعا هنا بتيجي تعمل داونلود بتيجي تبص على روبي اللي عندك 32 او 64 او عايز تنزل اي حاجه ثانيه على ما اعتقد مش هتنزل اي حاجه ثانيه انت خليك في الاثنين الاولانيين دول وبعد كده هيبقى الانستول عادي جدا لان طبعا مسطبه فطبعا هيقول لك نيكست 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 هو ده كل طبعا نيكست والتاني نيكست طبعا في في تاني نيكست في ثلاثة اوبشن عندك اللي هو روبي تو اكزيستنج باث او حاجه زي كده هي هتلاقي اللي في النص فانت اعمل عليها تشيك وكمل نيكست 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 عادي من غير اي مشاكل خالص طبعا هنا بعد ما هننزل طبعا روبي آه هنبدا نشتغل على جيم جيم طبعا على اساس ان احنا هنا بتخش جيم انستول ساس أه سودو مش عارف ايه ساس فيرجن الحاجات دي كده كلها هنحاول ان احنا نبص عليها طبعا هنقفل ده خالص على اساس ان انا هروح على الكمان لاين بتاعي وطبعا هنا الكمان لاين هنبدا نشتغل عليه طبعا اللي شايف الكمان لاين شكله متغير شويه رايت كليك فوق خالص في التول بار وهتيجي تنزل على البروبرتيز وطبعا هنا عندك الفونت واللي اوت والكلر والحاجات دي كده كلها ممكن تلعب فيها وتغير اللي انت عايزه طبعا هنا احنا لسه مش شغالين حاجه خالص هنبدا نبص على الكمان لاين عايزك بس تحفظ كام آه كام اوردر للكمان لاين وبعد كده انت آه بعد كده ممكن تبدا تشتغل طبعا احنا هنا في آه السي سلاش يوزر سلاش عمرو آه امره لو هنا انا قلت الدر اللي هي دي اي ار وبعد كده بدوس على انتر اللي هي الدايركشن طبعا هنا بيقول لك انت ايه اللي موجود عندك بالظبط طبعا هنا انا بدور على الديسكتوب لو انت بصيت على تاني واحده يبقى انا هنا CD. كده هقول هنا سي دي وبعد كده هنا هقول هنا ديسك توب يبقى انا كده في الديسكتوب هقول تاني دير وبعد كده يبقى انا كده في الديسكتوب بتاعي طبعا انا عايز فايل الساس بتاعي يبقى انا هقول هنا سي دي بعد كده هقول هنا ساس هقول هنا انتر يبقى انا كده لو دوست على دير تاني يبقى انا كده في الفايل بتاعي هقول سي ال اس على انتر على اساس ان انا اشيل كل الحاجات دي كده كلها ونبدا نشتغل من اول وجديد طبعا هنبدا نسطب دلوقتي مع بعض سس وهنقول هنا جيم انستول سس وهندوس على انتر طبعا هنصبر بس شويه صغيرين خالص انا مش عايز ان انا اقطع الحته دي وبعد كده نرجع تاني لان طبعا الحته دي مهمه جدا اللي احنا نبص عليها مع بعض زي ما احنا شايفين طبعا هنا هو بينزل الوقت ساس ويبدا بينزل لك الفايلات كلها اللي انت محتاجها الحاجات دي كده كلها طبعا هنا احنا خلاص كده يبقى احنا كده خلصنا وطبعا اللي هو الانستول بياخد بس زي يعني ما بيكملش الدقيقه بس طبعا احنا بنصبر خالص لغايه ما بيجي لنا اللاين بتاعنا اللي هو السي يوزر امرو ديسكتوب الساس بتاعك الفايل بتاعك ان احنا نشتغل على ساس بتاعتنا عايز اروح بس على الفايل بتاعنا على اساس انا عايز اعمل فايل جديد فولدر جديد آه هنعمل فولدر جديد هنا اهو هنقول عليه ساس وهقول هنا اهو سلاش ستايل دوت سي طبعا هقول هنا انتر على اساس ان هو كده ده الفايل بتاعي طبعا هنا الفايل بتاعي هنا في السي اس اس بتاعتي اتمسح لان طبعا كنت شغال عليه من شوية فطبعا هو اتمسح بس حتى لو كان موجود وبدأت ان انا اشتغل على اساس هو هيعمل لي اوفر رايت للفايل بتاعي ولو مش موجود هيعمل لي هو الفايل بتاعي فدي حاجة مش صعبة وطبعا انت عايز تعمله من فايل لفايل او عايز تعمله في نفس الفايل هنبدأ نبص عليها الوقتي طبعا احنا هنا هنروح على الكمان لاين بتاعنا تاني عايزين نبص على شوية حاجات لو هنا هنقول ان احنا عايزين الوقتي نقول ساس ونقول هنا داش هيلب دي اول حاجه عايزك تحفظها لو احنا دلوقتي قلنا انتر هنلاقي طبعا عندك هنا اهو طلع لك الاوبشن بتاعك كله كامل اللي انت من غيره مش هتعرف تشتغل طبعا على الكمان لاين يبقى احنا كده هنبدا نبص على ساس طبعا هنا في شويه حاجات هنبدا نبص عليها بس اهم حاجه خالص اللي هو طبعا الداش هيلب بتاعتنا دي اول حاجه ثاني حاجه اللي هي الداش watch داش داش watch طبعا هنا بيقول لك ان اللوكيشن بتاعك عايز تعمله في اللوكيشن بتاعك بالظبط وبعد كده هنا بيقول لك تكتب ايه تكتب sass داش داش الانبوت بتاعك sass وبعد كده هتعمل الاوتبوت بتاعك للسي اس جميل جدا احنا الوقت لو رحنا الوقت قلنا هنا sass وبعد كده قلنا داش داش واتش وبعد كده قلنا هنا الفايل بتاعنا الفولدر بتاعنا اس 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 سلاش ستايل دوت اس css وبعد كده نحط الكولوم اللي هي النقطتين اللي فوق بعض وبعد كده عايزين نحطه في الفولدر بتاعنا css/style هنعمل فولدر فايل جديد او لو الفايل موجود هيعمل له اوفر رايت اس css ولو دوست هنا انتر هتلاقي الوقت بيقول لك ان سيس وهو الوقت جاهز ان هو يبدا يشتغل ولو انت عايز توقف هتلاقي طبعا هنا بيقول لك كنترول c على اساس ان انت تعمل ستوب لو رحنا على الفولدر بتاعنا و ورحنا على الستايل بتاعنا هنلاقي طبعا الفايل بتاعنا لسه ما اي حاجه خالص هنا طبعا لسه بيقول لك ايرور على اساس ان الفايل بتاعنا no نو uh, no file فايل اور دايركتوري السي اس اس لا طبعا اهو اه uh, طبعا هنا احنا لو قلنا هنا ان احنا عايزين نعمل رينيم uh, وهنقول هنا كده تمام يبقى كده اس سي اس ولو كده تمام يبقى احنا كده الفايل بتاعنا جاهز ان احنا نبدا نشتغل عليه اه طبعا هنبدا نسيب الجزئيه دي لان طبعا هي الوقت هيتعمل لها اوفر اه رايت لو جينا هنا وهنبدا نبص على الشغل بتاعنا وهنيجي نقول ان احنا عايزين نعمل variable طبعا variable بنبداها زي ما بنشتغل على ال PHP او على ال او على الجافا سكريبت هنحط الدولار تيكن بتاعنا وهنعمل هنا color وهنيجي هنا نقول ان احنا عايزين نعمل مثلا الهاش مارك بتاعتنا ونقول هنا سي 3 سي 3 سي 3 وبعد كده عايزين نعمل كلر تاني هنقول هنا ان احنا عايزين نعمل علامة الدولار ونقول هنا كلر اتنين وطبعا هنقول هنا ان احنا عايزين نحط الهاش مارك وزيرو زيرو زيرو على اساس هو اللون الاسود وهنا عايزين نحط كلر واحد طبعا هنا مش الكالر بس احنا ممكن نعمل اي حاجه تانية احنا ممكن نحط مثلا الفونت بتاعنا هنقول هنا فونت على اساس ان نقول الفونت سايز وهنيجي نقول هنا فونت وهنقول هنا 14 بكسل اه هنقول كنترول اس ولو رحنا بصينا دلوقتي على الستايل بتاعنا هنلاقي طبعا هنا على ما اعتقد ان احنا لازم نوقف خالص اس سي اس اس وبعد كده اس 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 جميل جدا احنا لو رحنا هنا على اساس ان انا هقول له بس ستوب كنترول سي وبعد كده يس انتر وبعد كده هقول تاني ساس اه داش داش واتش اس سي اس اس سلاش ستايل دوت اس سي اس اس وبعد كده نحط الكولوم بتاعنا عايزينه فين عايزينه في ال اس اس سلاش ستايل دوت سي اس اس انتر يبقى هو كده جاهز ان هو يبدا يشتغل معانا جميل جدا وأنا لو رحت دلوقتي ان هو هنلاقي طبعا الفايل بتاعي بقى نضيف لان طبعا الغلطه كانت في الاول فطبعا الوقت احنا ظبطنا كل حاجه إيه طبعا هنا احنا لسه ما عملناش اي حاجه خالص احنا بس عملنا الفيربل بتاعنا وازاي ان احنا ممكن نشتغل على الفيربل بتاعنا انا لو جيت هنا دلوقتي وقلت ان انا عايز اعمل الداش كونتينر على فكره انا عامل الفايل الفولدر الاندكس بس انا مش فاكر بقى انا منزله من Arabic Responsive نزلت الفريم ورك وبعد كده شغال عليه ومش لازم على فكره Arabic فريم او Bootstrap او Foundation او 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 او, أو, أو. دي ما فيهاش اي مشاكل خالص بس اهم حاجه ان انت بتعمل الاوتبوت بتاعك وتعمل الانبوت بتاعك بس وكده وخلاص وهنقول هنا عايزين نفتح الكونتينر بتاعنا على اساس ان احنا نقول هنا هنا اول حاجه هتبقى الباك جراوند وهنقول هنا ان احنا عايزين ناخد اللون الاول اللي هو color واحد بعد كده هننزل تحت وهنيجي نقول هنا الكالر هتبقى كالر اتنين كالر اتنين وعايزين ننزل كمان ونقول هنا الفونت ده سايز ونقول هنا هتبقى الفونت جميل جدا احنا لغايه دلوقتي على فكره ما عملناش اي حاجه صعبه خالص احنا الوقت لو عملنا دلوقتي كنترول اس ورحنا بصينا على الفولدر بتاعنا الفايل بتاعنا هنلاقي طبعا الكونتينر بتاعنا واخد الباك جراوند واخد اللون بتاعنا بلاك وبعد كده واخد الفون سايز بتاعنا 14 جميل جدا احنا دلوقتي لو عايزين نبدا نخش على اساس ان احنا عايزين نبدا نبص على الناستنج ستايل او ازاي ان احنا ممكن نشتغل على الناستنج ستايل انا ممكن ان انا هنا اخش هنا واقول ان انا عايز اعمل للهيدر بتاعي للهيدر بتاعي طبعا هنا جوه الهيدر واقول هنا الكيرلي برايسز وهبدا هنا ان انا اعمل مثلا البادنج بتاعي هيبقى زيرو وهنا هتبقى المارجن بتاعي مثلا زيرو داش اوتو طبعا انا بعمل اي حاجة وبعد كده هنخش جوه على اساس ان احنا هنخش على الناف وهنقول هنا ان احنا عايزين نشتغل على نفس الشغل بتاعنا آآ هنقول مثلا الويت بتاعنا مية في المية وعايزين بعد كده اليو ال -ul. هتبقى الليست داش ستايل هتبقى نان وبعد كده هنقول هنا ال اي وهنقول ان احنا عايزين نبدا نشتغل عليها وهنقول هنا ديسبلاي بلوك او ان لاين بلوك ان بلوك وبعد كده عايزين هنا هتبقى فلويد ليفت طبعا احنا زي ما احنا شايفين احنا شغالين على النستنج ستايل ازاي طبعا هنا احنا لو عندنا الوقت انا لو الوقت عملت الوقت كنترول اس ورحنا هنا هنلاقي طبعا هنا واخد لك الشكل بتاعك هنحاول ان احنا نبص ان احنا نغير الاشكال بتاعتنا ازاي طبعا هنا لو احنا رحنا هنا اهو طبعا الكونتينر بتاعنا الهيدر بس ما فيهوش جوه الناف ما فيش مشاكل طبعا احنا بنبص هنا على الهيدر بتاعنا وبعد كده نبص مثلا على السكشن بتاعنا وبعدين بنخش من السكشن على الديف على البي وهكذا والكلاسات والحاجات دي كده كلها بس طبعا انا عايزك تتخيل معايا طبعا انا عايزك تتخيل معايا حاجه ثانيه لو احنا طبعا عندنا الديف هنا كونتينر وعندنا هنا السكشن وعندنا مثلا زي الفوتر بتاعنا الكلام ده كله انا لو رحت هنا اهو طبعا انا بحاول ان انا طبعا عشان بنعمل نستنج ستايل بيبقى الموضوع صعب شويه ان انا الله طب انا هنا اهو النهايه بتاعتها فين؟ اه هي هنا اهو طب هبدا اهو إن, ان انا اعمل مثلا ايه اند هيدر وبعد كده باخدها كده اهو على اساس ان انا بعمل لها كومنتس طبعا الكومنتس دي بتاعتي بتظهر لو انا دلوقتي رحت كده اهو هنلاقي طبعا الكومنتس بتاعتنا هنا ظهرت لو انا مش عايزها تظهر يبقى انا مثلا هاجي هنا على الكونتينر بتاعي واعمل سلاش سلاش وبعد كده اقول هنا كونتينر طبعا دي بتبقى الكومنتس بتاعه ساس لو انا رحت هنا مش هنلاقي طبعا الكومنتس بتاعتي الثانيه ظهرت مش هلاقي الكومنتس بتاعتي اللي هي الهيدر بتاعتي اللي هي الكومنتس بتاعت السي اس اس العاديه هي دي اللي بتظهر الكومنتس بتاعتنا اللي احنا مثلا بنكتبها في بي اتش بي او جافا سكريبت او الحاجات دي كلها هي دي اللي ما بتظهرش انا بعد كده ببدا اخش على اساس ما صعبش الموضوع على نفسي وابدا اخش مثلا على الكونتنت الكونتنت بتاعي وهنيجي هنا اهو على اساس ان احنا عايزين نقول هنا الباك جراوند الباك جراوند بتاعتي طبعا انا مش عايزها كده انا هقول لها مثلا لايتن طبعا لايتن بيبقى هو هو نفس اللون هقول هنا ان انا عايز اعمل اللايتن بتاعي كالر واحد وهاجي هنا اهو ان انا اقول ان انا عايز هنا 20% وطبعا داركن نفس الموضوع ان انا عايز مثلا الداركن بتاعي هيبقى الكالر بتاعي وعايز اقول ان انا عايز اعمل داركن وهقول هنا الكالر هيبقى الكلور اتنين وبعد كده طبعا هو مش لازم كالر واحد وكالر اتنين انت ممكن تسميها اللي انت عايزه هنيجي نقول هنا ان احنا عايزين نقول اللهم صل على النبي آه داركن طب احنا هنعمل داركن للاسود طب خلي دي برضو لايتن آه لايتن وبعد كده هنخش جوه على اساس ان احنا نعمل لايتن للاسود هنخليه مثلا خمسين في المية وهنا هنخليها داركن داركن يبقى احنا كده هنقول وقت كنترول اس بس طبعا قبل ما نطلع خالص هنقول هنا مثلا ان احنا عملنا في الكونتنت مثلا هنقول مثلا الارتيكل بتاعنا وهنخش جوه على اساس ان هو الهيدر وهنخش جوه تاني وهنقول الاتش 1 تاج. هتبقى مثلا الفونت داش سايز أه هتبقى الفونت ده سايز بتاعتنا طبعا هي مش هتبقى 14 احنا ممكن نستعمل هو هو نفس الفيربل بس بطريقه ثانيه خالص هنيجي نقول هنا مثلا ان احنا عايزين نقول الفونت أه بلس او زائد هيبقى يبقى نقول مثلا 14 زائد أه 6 على اساس ان احنا عايزينه 20 بكسل هنقول هنا كنترول اس وهنيجي هنا نروح نبص على هو هو نفس الفايل وهنيجي نقول هنا كنترول اس طبعا احنا هنا عملنا اي حاجه غلط دلوقتي طبعا هنا بيقول لك ان انت عملت الغلط ان هو بالظبط طبعا السنتاج ايرور مش عارف ايه في لاين 30 طب تعالى نروح نبص على لين 30 احنا عملنا ايه غلط طبعا هنا في السما بتاعتنا مش حاطينها نحط السما بتاعتنا ونقول وقت كنترول اس تاني هنيجي يعني نروح هنلاقي كل حاجه دلوقتي بقت تمام هنا طبعا الباك جراوند بتاعنا اللون بتاعنا اتغير خالص هنا الكلر بتاعنا 50% يبقى هو بقى جراي وهنا طبعا الفون سايز بتاعنا بقى 20% زي ما احنا شايفين يبقى احنا بصينا برضو على شويه حاجات زي بيزك في ساس تعالوا نبص على الكمان لاين بتاعنا لو انا دلوقتي ان انا عايز اغير الشكل بتاعي انا الشكل بتاعي مثلا انا مش عاجبني السي بتاعتي نفس اللي بتظهر كده انا لو رحت ان هو دلوقتي ان انا دلوقتي هقول كنترول سي وبعد كده اقول يس yes اللي هو الواي ال ال وبعد كده اقول انتر على اساس ان انا هبدا من اول وجديد تاني وطبعا هقول سي وبعد كده اقول هنا تاني ساس داش هيلب وهقول انتر على اساس ان انا كل حاجه تبقى ظاهره قدامي طيب جميل جدا احنا بصينا على الواتش وبصينا على هيلب عايزين نبص على الستايل نيم هو ده الستايل بتاعنا طبعا عندك هنا هو بيقول لك الاوتبوت بتاعك نستد وبعد كده لو انت عايزه الديفولت بتاعك الكومباكت اللي هو العادي الكومبرس وبعد كده تعالوا نعمله كومبريس على اساس ان احنا بعد كده هنطلعه مثلا على الويب بتاعنا خلصت خلاص الويب web الويب سايت بتاعتنا وهنبدا نشتغل هنقول هنا Uh, وطبعا في الاول خالص هنبدا نقول هنا ال style وبعد كده نقول النيم بتاعنا هتبقى compress. compressed وبعد كده هنيجي نقول هنا داش داش واتش هنرجع للاول تاني scss slash style dot sc scss وبعد كده الكولون بتاعتنا ونقول هنا css slash style .sc. .dot css على ما اعتقد مش كاتب اي حاجه غلط وهقول هنا انتر يبقى انا كده ثانية اتنين تلاتة طبعا هنا كده تمام هو واتشنج لو انا رحت هنا اهو دلوقتي ورحت على الفايل بتاعي وقلت ان انا هكتب هنا اهو مثلا ال بادنج هيبقى زي عشرة بكسل عشرين بكسل يبقى انا كده لو عملت دلوقتي كنترول اس ورحت الوقت على السي بتاعتي هلا طبعا الكومبرس كل حاجه اخدت من الاول للاخر خالص يبقى احنا كده بصينا على شويه حاجات في السي بتاعتنا وبصينا على اساس ده طبعا البيزك بتاعنا هنبدا نبص من اول مره الجايه هنبص على كامبس وازاي ان احنا ممكن نعمل ميكسر وبعد كده هسيبكم بقى منكم بقى الساس واشوفكم المره الجايه يلا سلام يا عرب